جهود كبيرة تقوم فيها هيئة البحرين للثقافة والآثار في مملكة البحرين لإقامة فعاليات ترسخ الحضارة من كل جوانبها. في أولى حلقات برنامجنا راح نتعرف على تفاصيل فعالية ليالي المحرق، وبالتحديد من سوق المحرق، السوق العريق اللي يضم زخم تراثي وتاريخي يعكس جمال وروح المحرق. خلكم ويانا. من مسار اللؤلؤ وعلى إيقاع الأغاني البحرينية انطلق مهرجان ليالي المحرق الذي تقيمه هيئة البحرين للثقافة والآثار بتنظيم من مسار اللؤلؤ ومركز الشيخ إبراهيم للثقافة والبحوث لإحياء تلك المدينة التاريخية التي تحمل في طرقاتها حكايات عديدة. هو احتفاء بالفنون بكافة أنواعها، احتفاء يتوزع في الأحياء المختلفة من تلك المدينة. تجربة استثنائية تتيح لمختلف شرائح الجمهور ومختلف الفئات العمرية الاقتراب من الفن والموسيقى والمدينة في أبهى وأجمل صورها. تجربة تؤكد على أن الاشتغال الحقيقي في تلك المدن التاريخية هو اشتغال يرسم خطاً واضحاً لاستدامتها، لقربها من روحها الحقيقية والاحتفاء ناسها بها. مشاهدينا، للحديث أكثر عن فعاليات ليالي المحرق معنا في الاستديو سعادة الشيخ خليفة بن أحمد بن عبد الله آل خليفة، رئيس هيئة البحرين للثقافة والآثار. مساك الله بالخير. مساء النور والسرور. طبعا تتنوع الفعاليات الوطنية والاحتفالات الوطنية للاحتفال بالعيد الوطني المجيد، ما هي الاستراتيجية الثقافية اللي حطتها هيئة البحرين للثقافة والآثار لتعزيز التاريخ والثقافة من ضمن هذه الاحتفالات الوطنية؟ تحرص هيئة البحرين للثقافة والآثار على تنظيم برنامج متكامل خلال شهر ديسمبر احتفاء بالأعياد الوطنية لما تحتوي هذه الاحتفالية من مكانة كبيرة لدى كافة المواطنين والعديد من المقيمين كذلك في البحرين. نركز خلال برنامجنا في شهر ديسمبر على الاستفادة من مخزوننا الثقافي الغني والمتنوع، وبناء عليه نبرمج فعاليات وأنشطة تتناسب مع هذا الموروث، بالإضافة إلى الفئات العمرية المختلفة في المجتمع. فعلى سبيل المثال هذا الشهر لدينا أو رشنا احتفالياتنا بليالي المحرق والتي تمتد خلال نهاية هذا الأسبوع ونهاية الأسبوع القادم، وهي احتفالية تستهدف دعم العديد من الأنشطة الثقافية. طبعاً لهي اختارت هذا العام مدينة المحرق لإقامة مهرجان ليالي المحرق، ليش وقع الاختيار على هذه المدينة الجميلة على وجه الخصوص؟ مدينة المحرق هي مدينة عريقة وتحتوي على شواهد معمارية تاريخية مهمة. ارتأينا تفعيل هذه المواقع من خلال الأنشطة المتنوعة لجذب الزوار والمواطن لهذه المدينة التي عادة قد تكون بعيدة عن الجميع، أو يعني لا يعلمون من كيف يبدأون التعرف على هذه المدينة ومتقدمة. المدينة كما تعلمين تحتضن موقع مدرج على قائمة التراث العالمي مسار اللؤلؤ، بالإضافة إلى كونها مدينة ضمن الشبكة الإبداعية لليونسكو للمدن الإبداعية في مجال التصميم، فهناك اعتراف دولي كبير بهذه المدينة وعراقتها والتراث المرتبط بها. يعكس مهرجان ليالي المحرق أوجه كثيرة وأوجه تراثية وتاريخية كثيرة، وهالسنة اختلفت هذه الأوجه وهذا الانعكاس. ما هي أوجه الاختلاف وما هي الصعوبات والتحديات اللي واجهتكم في وضع التغيير اللي صار حق احتفالات الهيئة لهذا العام؟ أعتقد ما يميز مهرجان ليالي المحرق هذا العام هو ما يقدمه من برامج متنوعة وأنشطة. على سبيل المثال ارتكزنا على البنى المعمارية الموجودة في المحرق والبنية التحتية الثقافية التقليدية والمعاصرة لتكريسها لاستضافة هذه الأنشطة المتنوعة من الموسيقى والفنون والأكلات الشعبية وإلى ذلك، والتصميم
فهناك مساحة متاحة كذلك لعدد من المصممين البحرينيين الشباب لاستعراض سلعهم، وربما قد تكون المرة الأولى يتفاعلون بها مباشرة مع الجمهور، حيث كان نشاطهم في السابق من خلال المنصات الإلكترونية أو هي مؤسسات صغيرة وناشئة لم تتمكن من التفاعل مع الجمهور في السابق. فهذه الأنشطة التجارية الثقافية المتنوعة أعطت جوانب مختلفة للمهرجان، وأعتقد هذا ما سبب الكثير من المواطنين زيارة هذه الفعاليات، بالإضافة إلى أن الأنشطة تركز كذلك على فئات متعددة من المجتمع، فهناك ورش تدريبية للأطفال، هناك ورش أما تعريفية مع معماريين أو ورش على الدراجات الهوائية، فهناك نشاط لكل ذائقة في المجتمع. جميل، حلو أن المهرجان قاعد يهتم بكل أفراد الأسرة. ما هي توجهات هيئة البحرين للثقافة والآثار لتعزيز أو لاستخدام المدن التاريخية وتعزيزها من ضمن البرامج اللي تقدمونها من خلال الهيئة؟ أعتقد أن مدننا التاريخية تزخر بفضاءات جميلة واستثنائية. الواجب علينا نحن كمؤسسة رسمية تفعيلها بالأنشطة المصاحبة، وأعتقد ما يميز هذا المهرجان وما تسعى إليه الهيئة هو الشراكة مع المجتمع المدني والفنانين ليكون شركاء في هذه الأنشطة. هذا النشاط لم يكن لكي يقام بهذه الصورة من دون مشاركة المجتمع، سواء كانت من أهالي المحرق نفسهم الذين أبدوا استعدادهم وترحيبهم كما هي عادتهم بالترحيب لكل من يزورهم، لكن بالإضافة إلى الفنانين فهناك معارض موجودة في بعض المساحات، لكن هناك أعمال فنية تركيبية في فضاءات عامة ربما قد لم يعتد عليها الزائر من قبل. فنشجع تواجد الفنون وتواجد الجمال سواء في المباني أو في الفضاءات العامة، وأعتقد هذه الفضاءات هي ما يميز المدن التاريخية. قد تكون المدن الحديثة مخططة زيادة عن اللازم صح التعبير، فهناك في المدن التاريخية عشوائية جميلة، هناك طابع فريد، هناك تسلسل حضري أعتقد أنه مثير للاهتمام، خاصة بأن الكثير من مدن البحرين التاريخية ما زالت تمتاز بالبيوت التقليدية، فأعتقد ترميمها أظهر جماليتها، وأعتقد أنه دافع إضافي لتقديم المزيد لهذه المدن التي تستحق منا كل الاهتمام والتقدير. طبعاً المهرجان يسلط الضوء على مسار اللؤلؤ، شو بتلخص لنا مسار اللؤلؤ وشنو هي أهم معالم هذا المسار؟ مسار اللؤلؤ أدرج على قائمة التراث العالمي كونه شاهد على اقتصاد جزيرة المحرق والبحرين بشكل عام بما يتعلق باللؤلؤ. كما تعلمين جزيرة المحرق كانت تعتمد اعتمادا كليا على تجارة اللؤلؤ قبل حقبة النفط، فهذه الشواهد المعمارية سواء كان بيت الغواص أو بيت الطواش أو بيت النوخذة أو بيوت كثيرة، الأسواق الشعبية، العمارات، كلها نماذج عن طبيعة اقتصاد اللؤلؤ تم ترميمها لتعطي حكاية، ونحن نسرد الحكاية من خلال هذا المسار، حكاية مهمة من تاريخ البحرين وما أسسه اللؤلؤ من بنيان اقتصادي قوي وما جعل البحرين في مرحلة ريادية تجارياً واقتصادياً وسياسياً لعدة قرون حقيقة. هذا المسار يشكل ذكريات معينة في أذهان أهالي مملكة البحرين، كلمنا عنها شوية. أعتقد هذا المسار ما يميزه أنه لا يمكن المضي قدماً فيه إلا مشي على الأقدام، والمشي على الأقدام بين البيوت القديمة ومثل ما نقول إحنا الفرجان هي أعتقد خاصية فريدة احتفظنا فيها في البحرين. الفرجان الموجودة على الرغم من التغييرات الكثيرة التي طرأت عليها إلا أنها ما زالت تحتفظ بنسيجها العمراني القديم. هذا النسيج العمراني القديم ما نعول عليه. أنا يعني حتى اليوم في المهرجان كنت أمشي وأسمع عدد من الزوار كثير منهم يعني يا ما مشينا في هالفرجان. هي ذكريات جميلة، وأعتقد أن الذكريات هي وليدة بأن تدفع المواطن للاهتمام بهذا التاريخ وهذه المدينة العريقة. يشمل مسار اللؤلؤ أو مشروع مسار اللؤلؤ جانب مادي وملموس وتاريخي، وكلنا قاعدين نشوفه مثل ما ذكرت. نبي نتكلم عن الجانب الغير مادي اللي راح نشوفه من خلال هذا المهرجان. مدينة المحرق تزخر بتراثها غير مادي، ونحن أسوة بإدراج الموقع على قائمة التراث العالمي قامت الهيئة بإدراج فن الفجري
كذلك متعلق بالبحر على قائمة اليونسكو في التراث الغير مادي، وهو عنصر أساسي يأتي متكامل للمباني والتراث الملموس. علاوة على ذلك هناك الكثير من الأنشطة المزاولة في المحرة كصياغة السيوف وصياغة الذهب متاحة للجمهور من خلال هذا المهرجان، وقد تفاعل معها الجمهور من خلال الزيارات التي تم تنظيمها لهذه الورش. أحياناً قد نرى السلعة في المتاجر كالذهب والسيوف والأمور الأخرى، لكن لا نرى الورش التي تعمل عليها والحرف الذي يعمل عليها. فأعتقد أنه من الضروري إتاحة المجال للجمهور للتعرف على الحرفي كما هو التعريف بالسلعة نفسها أو بالمادة نفسها، فهي قصة متكاملة. وأعتقد التعرف على الحرف يعزز من ما يكنه المواطن من تقدير لهذا الموروث. صورة جميلة دائما تقدمها هيئة البحرين للثقافة والآثار. سعادة الشيخ خليفة بن أحمد بن عبد الله آل خليفة رئيس هيئة البحرين للثقافة والآثار، كل الشكر لك، سرنا بوجودك معنا اليوم. شكرا لكم. شكرا. تتعدد التجارب التي يقدمها مهرجان ليالي المحرق، ومنها التجربة الشبابية تاء الشباب، حيث يتزامن افتتاح بيت التاء مع تلك الليالي، ويحتضن هذا البيت معرض يتحدث عن تلك التجربة. نتابع في هالتقرير. في أحد بيوت مركز الشيخ إبراهيم للدراسات والبحوث، وعلى هذا المسار الذي بدأ عبره مشروع إحياء المحرق كمدينة تاريخية وكجزء من مشروع عكف عليه هذا المركز ليعيد الحياة لبيوت تراثية عديدة. من هنا تكبر حكاية مهرجان تاء الشباب لتصير تجربة لا يحكمها الزمان. تاء الشباب هو مهرجان ثقافي شبابي يحتضن العديد من الفعاليات والأنشطة الثقافية تحت مظلة هيئة الثقافة والآثار. حالياً صار عندنا مقر رئيسي وهو بيت تاء الشباب من ضمن البيوت المطلة على مسار اللؤلؤ. من خلال هاي البيت بنقدر ننشر فكرة مهرجان تاء الشباب ونعرف ناس أكثر عليه. احنا كفريق التاء اول ما استلمنا البيت تم تقسيم هذه المساحات الى عدة غرف مختلفة تخدم الرؤية اللي يتطلع لها تاء الشباب بالفعاليات الثقافية اللي بتكون موجودة. فاول ما تدخلون البيت بتشوفون فيه مساحة خارجية حرة حق الاشخاص بحيث انهم يقدرون يلعبون فيها، يكون فيها جلسات نقاشية ومختلف الفعاليات، وايضا فيها غرفة للورش اللي بتنعقد ان شاء الله خلال السنة في بيت التاء، وعندنا متجر صغير نبيع فيه منتجات تاء الشباب، وحالياً في مهرجان ليالي محرق نبيع تصميم حصري. من مشاركات التاء في ليالي محرق هو معرضين. المعرض الأول هو باسم من الألف إلى التاء، يشمل هاي المعرض كل المخرجات الإبداعية الشبابية اللي مرت عبر السنين. والمعرض الثاني الخارجي وهو بتصميم عيسى الحجيري وباسم أطياف محرقية، تشمل الصور من أرشيف القديم المحرق وتعطيكم نبذة عن الممارسات اليومية. تكبر التجربة لتصير باتساع هذا البيت في تلك المدينة، ولتروي عبر أنشطتها المختلفة قصصاً عديدة بدأت من الألف إلى التاء كحرف أبجدي لا يعرف التوقف. هنالك صورة وثيقة تجمع بين مدن البحرين جميعها، لذلك تقدم مساحة الرواق للفنون معرضها الفني اللي يعيد حكاية مدينة المنامة من خلال عدد من الأعمال الفنية وفي قلب المحرق، وكأنها طريقة لالتقاء منطقتين تحملان من الإرث الغني الكثير، وبمشاركة العديد من الفنانين البحرينيين. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي. تحتضن المدن ذكريات ناسها
وتنسج ذاكرتهم بتفاصيلها بصوتها وأماكنها ومشاهدها المتكررة. من هذا المنطلق تقيم مساحة الرواق للفنون وضمن فعاليات مهرجان ليالي المحرق معرضاً فنياً بعنوان ما بعد الخيال المنامة، حيث يضم المعرض أعمال العديد من الفنانين البحرينيين الذين يعرضون انطباعاتهم التي تركتها المنامة في ذاكرة البحرين نظراً لتعدديتها التاريخية التي تشكلت عبر الأهمية الجغرافية للمدينة. تنوعت وسائل التعبير لدى الفنانين المشاركين، حيث عمد الفنان علي حسين ميرزا إلى رؤية المدينة عبر مهنة الحمالي الذي يطوف المدينة عبر عربته. أما عن الفنان جعفر العريبي فقد اتجه للنسيج الاجتماعي لمدينة المنامة بين الماضي والحاضر. أما عن ناصر الزياني فقد استعمل الألمنيوم كمجاز لرحلة البحث عن قطع أثرية لأساس المدينة القديمة. بين المحرق والمنامة ارتباط وثيق يحمل ذات العمق وذات الجمال رغم تفرد كل مدينة بذاتها، ومن هذا الجمال تولد كل المفاهيم ويكبر الفن والثقافة. مشاركات عديدة من مختلف المجالات اللي تعكس جوانب وتفاصيل فنية بنتعرف عليها مع ضيفتنا في الاستوديو الأستاذة بيان كانو مدير مساحة رواق للفنون. نورتينا. أهلا وسهلا، مساء الخير، شكرا. الله يسلمك. طبعا احنا اليوم موجودين في مهرجان ليالي المحرق، ومشاركة مساحة رواق جديدة من نوعها بالنسبة حق مدينة المحرق. كلمينا عن هذه المساحة من المشاركة. بالنسبة لنا هو هذا الأمل اللي احنا دائما، الطموح اللي نريد انه الكل يتعاون مع بعض، واعتقد هذه احنا من قبل تعاوننا مع الثقافة اكثر من مرة، لكن هذه اول مرة بالمحرق مثل ما قلتي. وبعدين المعرض اللي جبناه هو معرض عن المنامة، فتغييرات المنامة مع تغييرات المحرق في نوع من الحوار، فأعتقد أنه التعاون بيننا وبين غيرنا مع الثقافة فتحت مجال أنه الكل يتعاونون، هو هذا اللي المفروض يكون والطبيعي. يعني مثل ما نقول أن الفنون هي لغة وأسلوب للحوار بين الأذهان والناس فيما بينهم، شنو الرسالة اللي حاب يوصلها الرواق من خلال نشرة لهذه الفنون؟ الفن المفاهيمي اللي أكثر شيء الرواق ملتزم به، والإبداع، اكتشاف الإبداع داخل الفرد البحريني، لأنه الفرد موجود، رب العالمين خلقنا كلنا نفس الشيء، بس نحاول نكسر نوع من الخوف، حاجز الخوف والتعبير عن النفس، لأنه شبابنا وفنانينا كلهم مبدعين ومتمكنين، لكن مجرد محتاجين أنه الرواق أو غير الرواق يكون كنوع من الأساس يجتمع مع الفنانين ويحاولون يتحاورون ويتناقشون ويتشاركون مع بعض. فنوع الفن المفاهيمي اللي نحاول نقدمه هو يعكس فكر ويغير المجتمع للأحسن دائما. جميل. شلون تشوفين تفاعل الفنانين مع هذه الفعالية أو هذا المكان التراثي؟ شلون قاعد يأثر على الفنانين وفيما بينهم من نقاشات؟ أحس أنه عودة إلى الماضي، عودة إلى الجذور، عودة إلى الهوية بطريقة معاصرة، فالإحساس بالمكان يغلب على شخصية الفنان أو حتى المار هنا، فالكل تشوفيهم سعيدين إذا كان فنان أو غير فنان، الفخر اللي موجود عندنا. وبعدين ما حد يقدر يتخيل أنه واو هذه بلدنا يعني بهالجمال، فأعتقد أنه كل شيء موجود عندنا، وهذه أول مرة أعتقد الناس راح يطلبون أكثر أنه يكون مفتوح للكل على طول، وهي تجربة جميلة جدا. جميل. اليوم مساحة الرواق موجود في مدينة المحرق العريقة مثل ما ذكرتي، بين بيوتها التاريخية والتراث اللي موجود في كل زاوية فيها، اللي يحمل ذكريات لكل أهالي مملكة البحرين والمقيمين حتى فيها. شو راح يأثر على ما راح تقدمه
فعالية أو مساحة الرواق في هذا المهرجان؟ بالحقيقة المعرض اللي جبناه اليوم هو معرض عن التغييرات اللي تحدث بالمدن وعن التاريخ والعبق التاريخ اللي احنا نحمله مع بعض. فأكيد هذا مجرد يدفعنا إلى أنه نسوي مشاريع ومعارض وحوارات ونقاشات عن شخصيتنا الحالية، من احنا بالوقت الحالي، إذا هذا تاريخنا، إذا منو حاضرنا. صحيح. وإحنا ما نحتاج نقلد، إحنا نحتاج أنه نعكس اللي داخلنا مع محيطنا اللي احنا به. أكيد الأستاذة بيان كانو مدير مساحة الرواق، نورتينا اليوم وكل الشكر لك على الجهود اللي تقوموا فيها. شكرا جزيلا، الله يسلمك حبيبتي. من المحرق أرض الولاء والعراقة والطيبة، المحرق أم المدن كما أطلق عليها حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه لمكانتها التاريخية والثقافية والتعليمية. وصلنا معاكم لختام حلقتنا اليوم، نشوفكم على خير ومع السلامة.